أحب أن أتذاكر معكم أمرا يطلبه الناس ويشكو كثير من الناس اليوم فقده، هو أمر يطلبه كل أحد، يطلبه الصغير ويطلبه الكبير، يطلبه الذكر وتطلبه الأنثى. ذلكم الأمر هو السعادة، وكثير من الناس اليوم يقولون إنا لا نشعر بالسعادة، وقد تنوعت طرق الناس في طلب السعادة، فمن الناس من ظن أن السعادة في تكثير الأموال، فأصبح يسعى في تكثير الأموال ولا يبالي من أي طريق كانت، وألهته عن ذكر الله، فإذا تعارض طلب المال مع الصلاة ناداه شيطانه حي على الماء، فلا يحقق سعادة، وإنما يكون حاله كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فطلب التكثير بالأموال، ومن الناس من طلب التكثير بالأولاد وألهاه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار، فيظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد لا تهنأ به زوجة ولا ولد، يبحث عن السعادة فلا يحصلها. ومن الناس من أيس من السعادة وقال إن السعادة وهم منشود لا حقيقة له، وما درى أولئك الحيارى أن السعادة موجودة، والله إنها موجودة. إن السعادة في قلب تقي وعمل صالح زكي، من وفقه الله عز وجل للتقوى فرزقه الله قلبا تقيا يقف به عند محارم الله فلا ينتهكها، ويقف به عند فرائض الله فلا يفرط فيها، ورزقه عملا صالحا فقد رزقه السعادة. وذلك أن السعادة يا إخوة هي اطمئنان القلب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالسعادة هبة من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده الصالحين.